البتاع ده زاولني لمدة شهر كامل، شهر وانا بلف حوالين نفسي بسبب الريموت ده والريسيفر بتاعه. المفروض ان ده ريسيفر اي بي تي في اللي هو بيشغل حاجات عادي اونلاين، فالمفروض الطبيعي انه اي ريموت في الدنيا بيقلب لما بمسكه. الريموت ده كان على العكس تماما، ده بيفرجني على اللي هو عايزه مش اللي انا عايزه. يعني هو لما اجيب قناة معينة مش عاجباه فهو بيقلب لوحده. الفترة الأخيرة اللي هي الشهر الأخير ده أنا كنت عايش على كده، عايش بتفرج على اللي هو عايزه. أنا في فيلم عاجبني فبجيب الفيلم، ففي نص الفيلم ممكن ألاقيه قلب، ممكن في أول الفيلم على حسب ما الحتة اللي ما تعجبوش ممكن يقلب هو بمزاجه، ما عندوش مشكلة. المهم إن أنا فضلت متعايش مع الموضوع، وهو يقلب وأنا أرجع، هو يقلب وأنا أرجع، فضلت على الحوار ده وهو مش عاجبه أي حاجة بقى أنا بتفرج عليها. يعني هو ليه دماغ وأنا ليا دماغ تانية خالص، أنا ممكن أكون بتفرج على أفلام أجنبي وهو يجيب لي عربي، أو العكس صحيح. يعني هي دماغه ماشي بيها لوحده، أنا ممكن أبقى عايز أوطي شوية عشان قبل ما أنام ما بطفيش التلفزيون فبوطي شوية، هو يروح معلي لوحده. يعني أنا عيني مثلا أنام شوية فجأة أصحى الصوت عالي، فده شغال مع نفسه، أنا شكيت فيه إنه ملبوس أو في حاجة غلط يعني. ففضلت أسأل وأشوف الموضوع فيه إيه، المهم إن أنا ما وصلتش لحل. فبعت للراجل اللي انا شاري منه الريسيفر، فبعت له على الواتس بقول له في مشكله في الجهاز نفسه، انا عارف ان الريموت ده ريموت بلوتوث، فالفكره انه انا ما بشتغلش بالريموت التاني. الريموت ده عشان بلوتوث بيقلب من اي اتجاه، يعني انا ممكن ابقى في اي مكان انا موجهه مثلا ناحيه الكاميرا هنا الاقيه هو بيقلب عادي بيقلب ورايا، اوجهه كده ممكن تحت البطانيه في اي حته مش فارقه، يعني مفيش حوار بيفرق بالنسبه له عشان بلوتوث. فده مريحني في كده، ده كان في الاول. في اخر شهر بقى لقيت الموضوع ده، فبعت طبعا للراجل على الواتساب بقول له في حوار هنا غريب، يعني هو بيتفرج مع نفسه وانا بتفرج في حته تانيه، فهو مش عاجبه اللي انا بتفرج عليه اعمل ايه؟ فالراجل رد عليا قال لي معلش هو الريموت البلوتوث ساعات بيحصل في مشكله في الكونكشن كده ما بينهم، فالحل ان انت تدوس على الزرار الاحمر بعد ما تفصل الكهرباء عن الريسيفر وانت بتوصل، خليك داس على الزرار الاحمر ده لحد ما الريسيفر يفتح تاني، ساعتها انت بتفصل الكونكشن ما بين الريسيفر والريموت فبتعيد تقريبا تشغيل البلوتوث تاني وساعتها هيظبط معاك. الكلام ده كان من زي ما قلت من حوالي شهر 3 اسابيع في الرينج ده. فانا فضلت احاول وادوس على الزرار الاحمر، هو يعني ده الريموت قدامي، فبديهي جدا ان انا هدوس على الزرار الاحمر وهفصل الريسيفر زي ما الراجل قال لي. وعملت الحوار ده واشغل الريسيفر الاقي الدنيا زي ما هي مفيش جديد، اجي اتفرج على اي حاجه اللي هو بيقلب مع نفسه. اتزاولت لابعد الحدود وبقى خلاص بقى قفلت في دماغي، انا لازم اشوف حل، انا مش عاجبني الحوار كل يوم احاول فيه لدرجه ان انا خلاص قفلت في دماغي مش هوديه لحد، يعني محدش بيقول لي ان هو فاهم فيه. فقلت انا هفتح الريموت، وفعلا فتحت الريموت وبدات انظف فيه، قلت جايز تراب جايز في حاجه، لقيت الريموت تمام ما فيش اي جديد. اللي نسيت اقوله بقى ان انا كنت طبعا لما الحوار ده بيحصل كنت بشيل حجر فلاقي برضه بيقلب، اشيل حجرين بتوعه اللي هو البطاريتين الاقيه برضه بيقلب، والحجار يعني حجار في ايديا، البطاريه موجوده في ايديا كده والريموت مفتوح وده بيقلب مع نفسه. اللي هو انا خلاص كنت يعني جبت جاهز مش عارف اعمل ايه. ففي الاخر قررت ان افتح الريموت، فتحت فعلا الريموت وبدات انضف فيه، وانا بنضف فيه الاقيه بيقلب وبرده مفيش جديد. بدات اتحرك فوق تحت يمين شمال اعمل اي حوارات عشان اشوف بيقلب بايه، ملوش حاجه معينه ثابته عليه انه لما بتحصل بيقلب، لا ده بيشغل مع نفسه. المهم ان انا ما سكتش في كده، رحت جايب الريسيفر نفسه وفتحت الريسيفر وجبت المذر بورد بتاعته وقعدت انضف فيها، هي خلاص طلبت معايا ان انا هصلحه مش هوديه لحد، فقعدت انضف فيه وبرده مفيش فايده. اجي اشغل تاني الاقيه بيقلب، وعملت الكلام اللي الراجل بعته لي، فبعت له هو تاني فبيقول لي انت عملت اللي انا قلته لك، فقلت له بالظبط زي ما انت قلت بالظبط، انا شلت كهرباء ودوست على الزرار الاحمر وفضلت دايس ومفيش فايده نفس الحوار. فقال لي طب ابعته لي وانا اعمله لك. الراجل ده بعيد عني بالاخر فانا مش عارف اروح له، وقتي مش سامح يعني. فانا بعد كل المشكله دي قلت في واحد بتاع ريسيفر كده اعرفه انا هساله السؤال ده، فسالته بقول له في كذا كذا بيحصل معايا والريسيفر بيقلب لوحده، لقيته رد عليا باغرب كومنت ممكن اكون سمعته وانا ما توقعتوش لدرجه ان انا بقيت باصص له، هو انت بتقول هو ده ممكن يكون حاصل فعلا؟ قال لي انه للاسف في حد معاك جنبك جار ليك معاه نفس الريموت ده ونفس الجهاز او جهاز شبيه، يعني المهم انه نفس الريموت بيقلب بيه، فلما هو بيجي يقلب بيقلب عندك انت، لان الريموت البلوتوث ملوش كونكشن ثابت ما بينه وبين الريسيفر بس، لا ده ممكن يقلب اي ريسيفر. فانا بقيت باصص يعني هو دي مشكله؟ انا بقالي شهر وفتحت الريسيفر وفتحت الريموت انا عملت البدع وده بيقول لي انه في واحد جاري بيقلب. فقلت له ممكن انا بيني يعني انا قعدت افكر في الموضوع كده، طب اللي هو ايه يعني ما مش للدرجه دي يعني. المهم طلعت قعدت اسالش على الموضوع عشان اعرف المشكله مشكله برمجه او مشكله حاجه، ولا هي فعلا مشكله انه يكون جاري معاه ريموت بلوتوث. فلقيت حد بيتكلم عن نفس المشكله برضو انه عنده نفس المشكله والريموت البلوتوث بتاع جاره بيقلب عنده والعكس صحيح. فقال الحل ساعتها انه يدوس على الزرار الاحمر
بس ساعتها هو كان فيديو، فهو وراني الزرار الاحمر، طلع الزرار الاحمر ده اتاري فيه زرارين. انا طبيعي بديهي ان انا اي زرار احمر في الدنيا تخيلت ان هو زرار الباور على طول، مش الزرار ده خالص. فالمهم مشيت مع الراجل وفعلا رحت شايل الكهرباء ودوست على الزرار ده، لقيت الجهاز بقى تمام. بس من ساعتها بقى انا فطست على نفسي ضحك، اللي هو يعني انا كل الفتره دي انا مش متخيل الراجل قاعد في شقته وعمال يقلب، وانا قاعد في بيتي وهو عمال يقلب وانا اقلب. وانا مثلا هو جاب فيلم معين فانا بدوس، الفيلم بيقلب عنده هو مش عندي انا، والموضوع هو بيقلب عندي انا، اللي هو انا وهو مزولين بعض اصلا، اللي هو عارف يتفرج على حاجه وانا عارف اتفرج على حاجه، واحنا الاثنين عمالين نقلب لبعض. انا اجيب الفيلم ما يعجبوش يروح هو قلبه، وهو يجيب الفيلم ما يعجبنيش يروح انا قلبه، واحنا عمالين نقلب لبعض. وانا وهو انا واثق، ما اعرفش هو مين، بس انا واثق انه جاري ده بقاله شهر متجنن زي من الموضوع. بجد الموضوع كان لازم اقوله، لانه اكيد ناس كتير بتجيب الاجهزه دي وعارفه ان في ريموت بلوتوث كتير، فالمشكله دي لو قابلتك حلها الزرار الاحمر ده مش ده، تفضل دايس عليه 10 ثواني وانت فاصل الكهرباء وتوصل، وتفضل دايس لحد ما الريسيفر يفتح، بعدها ب 10 ثواني تشيلوا بعض، الموضوع هيبقى يتحل. وده اللي حصل معايا، والريموت فعلا بقى تمام زي الفل.